بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الترحيب والتهنئة لفضيلة الشيخ العلامة محمد خالد الندوي الغازيوري حفظه الله ورعاه، عميد كلية الدعوة والإعلام وشيخ الحديث لدار العلوم لندوة العلماء لكنو الهند، ركن هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند، عضو رابطة الأدب الإسلامي بلكنو، ناظم جمعية المعارف الإسلامية بلكنو. بمناسبة زيارته لمركز العلوم الشرعية سابر داكا بنغلاديش، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الضيف الكريم، نرحبكم ونحن مملؤون سرورا وابتهاجا، نستقبلكم وقلوبنا مطمئنة مرتاحة وجوارحنا هادئة، نهنئكم وسرورنا منشرحة ممتلئة غبطة وفخرا، ونشكر الله العلي القدير المعز والمذل الخافض والرافع على أن متعنا بلقاء كريم مترقب. سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیدر تھے، حیدر علی، اور حیدر علی کا تعلق شیخ ابو اللیث حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت سید احمد شہید کے خاندان و خاندان سے تھے. ان کا مزار بھی بنگلور میں ہے، کرنا مراد ہے، اور وہ علاقہ سلطان ٹیپو شہید کے قلمرو میں شامل ہے. تو ان کی صاحبزادی نے کہا کہ یہ بچوں کو علاج کا اثر ہوگا. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے ملاقات کی تو معلومات ان کے ساتھ ہی ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کے شاگرد ہیں یہ. لیکن اس روز جو بیان رکھا تھا، اس روز اللہ کا فیصلہ ہوا کہ ایک مجاہد بنے، مجدد بنے، اور فیصلہ ہوا ایک ملی بن جائے. تو ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری، اس لیے حدیث شریف پڑھتے وقت متوجہ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث، رأس المحدثين في القديم والحديث، أستاذ الحافظ الذي أجمعت الأمة شرقا وغربا على توفيقه وأمانته وضبطه وصيانته، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بلد إسبة الجعفي البخاري رضي الله عنه وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات،
أنه قال: فضائل المدينة باب حرم المدينة. وبه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدث